صورة حق حموي. استحلفك بالله يا اللي تتفرج على الملك الطيب دهوت، صلى على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم. النهارده وتحديدا من داخل سوق بلقاس العمومي الدولي بنتعرف على اسعار العجول للآنية. بس قبل اي حاجة نبدأ بالصلاة على النبي ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله اشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. كل القلوب الى الحبيب تميله، ومعي بهذا شاهد ودليله. اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت عيون العارفين تسيله. صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اهلا بكم متابعي قناة الريف حياتي من داخل مصر وخارج مصر، اهلا بكم يا احلى واغلى متابعين. يلا الكل يعمل لايك لقناة الريف حياتي، لان القناة مش هتكبر الا بحبكم وبدعمكم لينا. النهاردة وتحديدا من داخل سوق بلقاس مع المحترم المعلم متولي. صباح الفل يا معلم. صباح الفل يا عم اشرف، كل سنه وحضرتك طيب. بنصبح على الناس كلها اللي معاك يا عم اشرف، حبيب الناس كلها المحترمه كلها، حبيب قلبي يا غالي. يبارك للناس كلها يا عم اشرف، الله يكرمك ويعزك. النهارده طبعا اول سوق رسمي بعد العيد. تمام، لان السوق اللي بعد العيد مباشره يعني كان عمران 5% كده. تمام، يعتبر ما كانش سوق. بس انا شايف الوقت الاسعار في الانيه في الطالع قوي مع بعض. سجلت مع طلع والله يا عم اشرف، بس في خير برضه. في خير يعني، نتمنى من ربنا. طيب نبدا بالصلاه على النبي كده يا محترم. اللهم صل على النبي. سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ألف صلاة على الحبيب. قول له قبل أي حاجة رقم تليفون حضرتك. 011 540 20 196 متولي حماد ديار بنجم. المعلم متولي حماد ديار بنجم. بالصلاة على النبي يا معلم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أربع حلمات يا جماعة عوض بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. المعلم متولي ما بيجيبش الا الحيل. الحاج متولي بيعبد الله وبيصلي. ما بيجيبش الا الحيل. معلمي العمر تقريبا قد ايه؟ دي يا عم اشرف فيها حسنه بس خفيفه. اربع بزاز بس. لا بس فيها حسنه. برضه الناس تبقى عارفه. تمام. اربع بزاز هم بس فيها حسنه صغيره يعني ما تتحسبش. الله خلفه صغيره يعني. ما تتحسبش. تمام. حاجه بسيطه يعني كده يعتبر زي حسنه. الريف حياتي على اليوتيوب. الريف حياتي وابناء الريف المصري. حاضر يا محترم. العمر تقريبا قد ايه يا معلم متولي؟ يا عم اشرف حوالي 7 شهور. اللهم صل على النبي. والسعر بقى؟ السعر اقول لك على حد برضه من الاخر خالص. تمام. دي عامله 21800. 21800 ده اصل ايه؟ اصل يا حبيبي. اللهم صل على النبي. 21800 حبيبي. دي واحده بس خلصنا المعلم متولي لحضرتك انت على راسي. 20 الناس يبقى عندها علم بالاسعار بس. حبيبي. اللي يشتري يشتري، ما يشتريش الارزاق بتاعت ربنا. الله يبارك لك. خلاص. انت راجل محترم. اللي قاعد في البيت يبقى عارف السعر يوم ايه؟ اليوم بيومه بس. تمام. 21 وكم؟ و800. 21800 واصلي. طبعا العرق محرومش. حبيبي. حبيبي الله يرزقك يا معلم متولي. انا هخلص بس مع المعلم متولي واجي لك اهو. ماشي ماشي حاضر. حبيبي. الحاج فلوس اخو حاج عبد الرنيس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك في المال. وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. ده اللي حبيب. اللهم صل على النبي. معلم متولي. عامله 20000. لو سمحت يا استاذ. 5 دقايق بس يا معلم عزيز. ابويا انا واحده اهو. 5 دقايق بس الله يرزقك. الله يرزقك. يا ابني خلينا اشوفك اشوف بقى مصالحك. يا محترم 5 دقايق بس بعد اذنك جاري معلش. بعد اذن حضرتك. 5 دقايق بس. ايوه يا معلم متولي. اللهم صل على النبي. ده عم اشرف. قليل قليل. تمام. فاهمني؟ تمام. خلف مثلا عيد الاستراده على عيد بلدي كده هو دول عايز بالخليج. تمام. انما السوق هنا يعتبر ما فيش فيه. بس بسم الله ما شاء الله كلهم شبعانين يا معلم. بهام نظيف. بالصلاه على النبي يعني. جايه مش بهام جايه. اللهم صل على النبي. مع الفرازه. السعر كام يا معلم؟ 22 عم اشرف. 22 يعتبر زي دي بس لك مني فيها النكشه بس كده. تمام تمام. انت فاهمني؟ تمام. 22. 22 ده اصلي؟ ايوه يا سعاده الباشا. تمام. احنا بنعرف الناس بس عشان الناس يبقى عندها علم بالاسعار. حبيب حبيب. ده اللي يشتري ما يشتريش ده ارزاق ما فيش منها. تمام. حبيب قلبي. ماشي يا معلم. بنعرض بس عشان الناس اللي قاعد في البيت وما راحش السوق يبقى عنده خبره. حبيبي. الله يبارك لك. ماشي يا معلم انا جاي لحضرتك اهو بس دي واحده. ايوه يا غالي. ايوه يا معلم متولي. ودي يا باشا اهي. اللهم صل على النبي. 16700. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 16700 عند المعلم متولي حماد. النهارده بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. 16 وكام يا معلم؟ 700. 16700. بالصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اتفرج. اربع حلمات يا جماعه قدام حضراتكم اهوت. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. حلوه يا معلم. بالصلاه على النبي. تقول ايه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حبيبي.
ماشي يا معلم اتولي. ماشي يا سعادة الباشا. ودي يا غالي احلى صح. ودي بارد 19 بنشوف اقول زي دي بس انك منها جسمها مليان شويه. تمام. دي اصلها يا بسك متلا اقول لك قلت لك بمرض الله دي اصلها 18 و600. اللهم صل على النبي. مش بتسعة. اللهم صل على النبي. انا قلت لك اقول على ثمن البان بالجنيه بس بسم الله ما شاء الله كلهم شبعانين. انت فاهمني دي اللي شوف دي قول زي دي حته ب 200 والصلاه على حبيبي. بس دي اميه شويه. تمام. وفي حته ب 200 خشن يا خشن احمد خشن يا سنه يا معلم تقول لي على التاني. تمام. خشن شويه عن التاني. خشن وما جسمها ملان شويه. اه تمام تمام ماشي يا معلم. ربنا يرزق الجميع يا رب. معلم تولي. اللهم صل على النبي. حل لي كده يا معلم بعد اذنك. حلها لي كده بالله عليك. عاوزين نمتع المشاهدين كده النهارده يا معلم تولي. اللهم صل على النبي. اسحب اسحب رجلك دي. بالصلاة على النبي بالصلاة على النبي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللي عاوز يقني يا جماعه اللي عاوز يقني واللي عاوز يستثمر فلوسه دي 19. اللهم صل على النبي. المشروع الناجح والمكسب السريع 19000 يا معلم. 19000 حاجه اصلها حبيب عدى ونجح. تمام. لا شربت يا معلم. ماشي انا جيله. ماشي يا معلم اتولي. اللي بعديها يا معلم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك يا رب صاحب النصيب. تمام يا معلم. السعر كام يا معلم بقى؟ دي 18 ونص. 18 ونص دي واحده وجايه لك اهو والله دي واحده خلصتها. بكام يا معلم؟ 18000 ونص. 18000 ونص. مش بيها مرضيه. اه قديمه الجرش بتاعها اهو. اللهم صل على النبي. اللي عاوز يقني يا جماعه اللي عاوز يقني واللي عاوز يستثمر فلوسه صح المكسب السريع والمشروع الناجح. حبيبي حبيبي معلم متولي. اشرف بتقول على ثمن البهايم. الله يبارك لك. الله يكرمك. تسلم. والله بكلمك بورد الله. ربنا يعز حضرتك يا غالي. اشتري اشتري ما تشتريش براحتك. سلمها لله. عشان نعرف الناس اصل البهايم. حبيبي يا معلم متولي. عشان مش واحد يقول انت لا اقول لك اصل البهايم. تمام. ما اجي ابيع بقى ابيع بعرق. حبيب قلبي. حبيبي. ماشي يا معلم. دي سعرها كام يا معلم؟ دي ب 20000. ب 20000. اللهم صل على النبي. ساعتها من جنب كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللي عاوز يقني يا جماعه ربنا يا رب يبارك لكل الناس ويبارك يا رب لصاحب النصيب. تمام يا معلم. دي برضه يا ماشي حاجه حلوه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 20000 ونص. الشعره الناعمه يا جماعه قدام حضراتكم اهيت. حاجه شبعانه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 21500. 21500. ماشي يا معلم متولي. تمام. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. كل حاجه قدام حضراتكم يا جماعه على الطبيعه. ودي سعرها كام يا معلم بقى؟ 19000. 19000 يعني ايه؟ جسمها تخين شويه. تمام. مش بالطول. اقفنا يا معلم بعد اذنك. فاهمني؟ عشان الشمس. معلم اتولي. قول لي رقم تليفون حضرتك لحجز التواصل يا غالي. 011 011 540 20 20 196. اي حد محتاج اي حاجه واي كميه يتواصل مع المعلم متولي حماد ديار بنجم ورقم التليفون موجود في العرض. 011 540 20196. 0011 540 20196. معلم متولي حماد ديار بنجم. الناس كلها على راسنا يا باشا. حبيب قلبي. اللي يشتري على راسنا واللي ما يشتريش برضه على راسنا. قول حاجه لجمهور ريف حياتها قبل ما نقفل الفيديو. يا باشا احنا بنرحب بجمهورك كله وربنا اللي ياخد حاجه ربنا يبارك لك فيها وبس. حبيبي. اللي يشتري ده ارزاق اللي يشتري مني يشتري من غيرنا اللي ربنا يبارك له خلاص. كل سنه وحظك طيب. اللي ياخد عجله يحصنها تحصين مظبوط. الله يكرمك. عشان ما ياخدش عجله ويروح يمسك دماغه لا يحصن العجله تحصين مظبوط. تسلم يا غالي. تسلم. اشيل عجله واروح ارميها في البيت. حبيبي. لازم احصن العجله تحصين ضد الامراض. تمام تمام. فاهمني الحمى القرعيه الحاجات دي كلها. حبيبي يا معلم. ماشي يا معلم اتولي. الله يبارك لك. شكرا لكم والى اللقاء في عرض جديد من يوم جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي حبيبي. ماشي يا معلم اتولي. السلام عليكم.